معنا على الهاتف السيد صبحي جمعة، المتحدث باسم القوى الوطنية المتحركة. سيد صبحي جمعة، لو تصف لنا يعني ما جرى بالتحديد. نعم، السلام عليكم، أحييك وأحيي كافة مشاهدي قناة بانوراما. وعليكم السلام. سؤالك أين نعم، يعني عن أي القصف محطة؟ كيف جرى القصف بالطيران ومتى وأين تحديدا؟ نعم، هناك عدة اليوم عدة طبعا محاور فتحت فيها الجبهات، بداية من محور بئر الغنم عندما تمت مباغتة قواتنا، قوات فجر ليبيا المتمركزة في حرف التيبي بئر الغنم، وأيضا جنوب محمية صرمان، جنوب صرمان تم مباغتة قواتنا بهجوم استباقي سريع من قبل ما يسمى جيش القبائل المهزوم، ولكن يقظت طوارنا عندما قاموا بصد هذا الهجوم. قامت طائرة بقصف أحد المواقع مما أربك قليلا قوات فجر ليبيا، ولكن بعد نهاية هذه العملية الحربية المعادية من قبل الطيران استطاع كل الثوار من منطقة الزاوية وصرمان وصبراتها من صد هذا العدوان الذي كان الغرض منه التقدم ناحية ربما مدينة صرمان من ناحية المحمية وأيضا في حرف التي. الآن قوات فجر ليبيا ما زالت تسيطر وتحافظ على مواقعها، بل هناك تقدمات في عدة محاور. بالنسبة لمحور بئر الغنم، ما زال طوار بئر الغنم ومنطقة بئر الغنم يتمركزون في حرف التي وكافة المناطق المحيطة بها. تم تسجيل عدد 9 شهداء، نسأل الله أن يتقبلهم برحمته اليوم في محور بئر الغنم، وأيضا حوالي 21 شهيد، 21 آسف جريح. نعم. محور صبراتة أو الطويلة تم تقدم قوات فجر ليبيا لمسافة أكثر من 7 كيلو على ما كانت عليه يوم الأمس، ولم تسجل خسائر في ثوارنا هذا اليوم. أما محور العسة والقصف الذي أتى على جوار بوابة الأمن العام منطقة العسة، طبعا للمشاهد الكريم تأتي غرب جنوب غرب مدينة زوارة ب50 كيلومتر، وأيضا جنوب معبر رأس جدير هي تحد في الحدود التونسية، ولكن لا يوجد طبعا معبر رسمي، هي حدود صحراوية. عند دخول قوات فجر ليبيا صباح هذا اليوم إلى مدينة وقرية العسة والسيطرة على معسكر ما يسمى كتيبة أمن العسة، أحد كتائب النظام المتهالك السابق، وأيضا بوابة الأمن العام التي تأتي بجوار مشروع العسة الزراعي، منطقة بوشق وبعض المناطق الأخرى، تمت السيطرة كاملة. تم قصف هذه البوابة ولم تسجل خسائر في الأرواح، وإنما هناك 3 جرحى من قوات فجر ليبيا نتيجة الاشتباكات التي حدثت عندما قاومت بعض الفلول داخل هذه القرية، ولكن لم يستمر مقاومتهم أكثر من ساعة، وهؤلاء الجرحى من قوات فجر ليبيا يتلقون الآن العلاج في أحد المستشفيات. طيب، يعني ذكرت أن أصيب العديد من الجرحى وسقط أو ارتفع بالأحرى العديد من الشهداء، هل جميع الشهداء والمصابين من ضمن مقاتلي فجر ليبيا أم أن طالت الإصابات حتى المدنيين؟ لا، الأخبار التي لدينا والمؤكدة من مستشفى الزاوية التعليمي هناك 3 إصابات أو 3 شهداء من قبل قوات فجر ليبيا، ولكن الآخرين ربما طالت بعض المدنيين نتيجة قصف الطيران. هؤلاء الشهداء من مدينة الزاوية نتيجة القصف للطيران، وهناك بعض الإصابات من خلال الاشتباكات عندما كما سلفت لك الذكر عندما قامت قوات ما يسمى جيش القبائل بمحاولتهم للتقدم على حرف التي. الإصابات مختلفة طبعا، هناك نتائج 4 إصابات بليغة من الجرحى وبعض الإصابات الخفيفة التي ما زالت تتلقى العلاج، وهناك من تلقى العلاج وعاد إلى بيته أو ربما إلى الجبهات والخطوط الأمامية للقتال. كافة الثوار في كافة محاور اليوم تشهد كما استفدت الذكر تقدم ملحوظ على الأرض، بالرغم من بعض الإصابات ومن بعض الشهداء الذين التحقوا اليوم إلى موكب شهداء ثورة 17 فبراير، ولكن كافة المواقع وكافة المدن التي تأتي في الطرف الغربي من الأراضي الليبية كلها تشهد دعم كبير للجبهات ولثوارنا الأبطال، وهناك أيضا عمليات ستشهدها المنطقة ربما للتقدم إلى محور الوطية حتى يتم تحرير هذه القاعدة التي أزعجت المدنيين كثيرا
ولم تؤثر في طوارنا كما تشاهدون وتشاهد الجبهات والمحاور، ما زالت تشتغل بكل أريحية وبكل معنويات عالية، وسيكون الحسم قريب بقدرة الله تعالى. شكرا جزيلا لك سيد صبحي جمعة، المتحدث الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة.